مرحبا، انا شاد رفاعي، واليوم احنا موجودين بكراج استديو. راح نتكلم عن كاميرا جديده من كاميرات نيكون اللي هي D780. بعد مده اكثر من 5 سنين من النجاح لكاميرا 750 اللي كانت هي فئه مميزه من كاميرات الفول فريم، تيجي اليوم كاميرا 780 باضافات وتحسينات كثيره راح تلبي طبقه كبيره من المصورين ورغباتهم لاداء افضل بهذا المنتج. كاميرا D780 تيجي كما هو العادي من كاميرات نيكون بباكج جدا حلو جميل، وهذا الباكج فيه المنتج اللي هو الكاميرا D780 اللي احنا حنشوفها هاي المره الاولى. طبعا الكاميرا ممسكها رائع والكواليتي باين عليها من نفس الكواليتي تبع النيكون اللي احنا تعودنا عليه. الفيل تبعها والممسك تبعها جدا كويس، حجم الكاميرا جدا مناسب لحجم الايد مع انه حجم الايد كبيره، وفيها الفيلينج تبع النيكون. راح نشغلها ونشوف هلا المنيو تبعها ومميزاتها اكثر واكثر. طبعا من الشغلات اللي بنلاحظها اول ما نمسك الكاميرا هي التحسينات اللي صارت بالجسم الخارجي، وكمان اختفاء الفلاش من الكاميرا. حاليا هذه غير النسخه السابقه، ما فيها فلاش داخلي. راح نلاحظ بهذه الكاميرا كمان ميزه الشحن المباشر عن طريق السي تايب، ومعنا هون كمان اناره توضح عمليه الشحن. ومن الشغلات المميزه كمان بهذه الكاميرا حيكون الشاشه اللي هي تاتش سكرين، فول تاتش سكرين، بنقدر نشوف القوائم الداخليه خلال لمس الشاشه فقط. طبعا زي ما حكينا هذه الكاميرا هي فول فريم، وهذه يعني بتيجي احسن كاميرا فول فريم افوردبل لكل المصورين، سعرها جدا مناسب ليهم وميزاتها جدا قويه، وبتيجي هذه بتكنولوجيا بتضاهي الكاميرات اللي هي اعلى منها درجه واكثر منها كلفه. هذه الكاميرا فول فريم تيجي ب 24.5 ميجا بكسل، وهذه عندها امكانيه انها تصور 7 فريم بالثانيه. الايزو رينج لهذه الكاميرا بيجي من 100 ل 51200 وبيقدر يصل لحد 204800. من اهم التطويرات والتحسينات اللي اجت بهذه الكاميرا واللي راح تلاحظوها على الفور هي التطويرات بالفيديو. وهذه الكاميرا عندها امكانيه على تصوير 120 فريم بالسكند للفيديو، وهذا بيمكنك على الحصول على سلو موشن رائع. طبعا الانطباع الاولي من على الكاميرا هذا جدا جميل، وانا حاسس انه يمكن اقتني واحده من هذه الكاميرات عندي. وهاي الكاميرا من ممسكها والاول والفيلينج الاول تبعها تعطي انطباع جيد. وطبعا سمعتها بالكاميرا 750 القديمه كانت جدا جيده وخدمت فترات طويله. مع التحسينات الجديده بالفيديو وامكانيات استخدامها المتعدده، هذه بتعطيني امكانيه اكثر اني انا اشتري من هذه الكاميرات وتكون موجوده عندي واستخدمها باستخدام اليومي. السؤال اللي راح نطرحه ونحكي ليش اشتري 780؟ هل انا حروح على الميرلس ولا حاخذ الدي اس ال ار؟ ليش نيكون نزلت دي اس ال ار؟ في كثير من الناس اللي هم بيستخدموا الدي اس ال ار لسه متعلقين بالدي اس ال ار وعندهم حب استخدام الكاميرات الدي اس ال ار، ولسه مترددين للانتقال للميرلس ولسه ما اخذوا القرار. هذه الكاميرا يمكن تخليهم يتشبتوا اكثر بهذا العشق القديم للدي اس ال ار ويخليهم يستخدموها اكثر. لكل المصورين اللي بيستخدموا كاميرات الدي اس ال ار او اللي هم بيستخدموا الدي اكس فورمات وحابين يعرفوا اكثر عن هاي الكاميرا ومميزاتها وشو بتقدمها، ان شاء الله في الايام القادمه حنعمل فيديو تفصيلي عن مميزاتها وعن استخداماتها ولمين هي موجهه اكثر. وراح بعد استخدامها الميداني راح نحط لكم تفاصيل عن مميزاتها وقدراتها وايش هي بتميز عن مثيلاتها وشو بتتفوق عن سابقتها، وهل هي خيار مناسب ولا ننصح ناخذ الميرلس. طبعا كاميرتين مميزتين وما بضل غير انه احنا نجربهم فعليا عشان نحكم عليها. هذا كان اول فيديو الي، وان شاء الله اكون ما تأنى عليكم، ونشوفكم بمرات القادمه بفيديوهات ثانيه وتجربات ثانيه. انا شاد رفاعي من كراج استوديو في دبي، شكرا لكم.